السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم طلاب الصف الأول الابتدائي في درس جديد هنتعلم فيه مجموعات الألوان. أول وأهم المجموعات اللونية عندنا هي مجموعة الألوان الأساسية، ومجموعة الألوان الأساسية هي الأزرق والأصفر والأحمر. يعني إيه لون أساسي؟ يعني لون لا يمكن استخراجه من دمج درجات أخرى. يعني لما أقول لك اللون الأزرق بيتكون من إيه، تقول لي ما ينفعش ندمج درجتين على بعض عشان يطلع لنا أزرق، مفيش درجتين بندمجهم يطلعوا لنا أصفر، مفيش درجتين بندمجهم مع بعض يطلعوا لنا لون أحمر. إذن هي ألوان أساسية يتم استخراجها مباشرة من الطبيعة، إما من بعض الأحجار أو من الأصباغ أو من بعض النباتات وما إلى ذلك. طيب، هذه المجموعة وبسميها الألوان الأساسية هي المسؤولة عن دمج الدرجات وتكوين الدرجات الأخرى أو تكوين المجموعة الثانية وهي الألوان الفرعية أو الألوان الثنائية زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. هذا عند اللون الأساسي الأول وهو اللون الأزرق. اللون الثاني وهو اللون الأصفر. واللون الثالث وهو اللون الأحمر. خلينا كده مع بعض نشوف دي كألوان أساسية إزاي بنقدر من خلالها نكون الألوان الفرعية. لو قلت اللون الأحمر، زائد اللون الأزرق، هيعطينا إيه ونبدأ ندمج الدرجتين مع بعض؟ هنلاقي ان انا لو خدت قطره من اللون الاحمر كده بالشكل ده وبدات اضيف عليها درجه اللون الازرق، هلاقيها مباشره بتكون لي اللون البنفسجي زي ما احنا شايفين دلوقتي، طلعت لي مباشره اللون البنفسجي. طيب، لو انا اخدت اللون الاصفر ودمجته مع اللون الأزرق، هتكون النتيجة عندي إيه؟ أدي فرشة اللون الأزرق حطيتها على اللون الأصفر، مباشرة بتكون لي درجة اللون الأخضر. واضحة معايا يا شباب؟ يبقى الأصفر مع الأزرق بيعطيني اللون الأخضر. طيب، المجموعة الأخيرة وهي اللون الأصفر، مع اللون الأحمر، هيعطينا مباشرة اللون البرتقالي. أنا أصبح عندي هنا ثلاث درجات، هي البنفسجي اللي هو ناتج الأحمر مع الأزرق، الأصفر مع الأزرق هيعطيني أخضر، أصفر مع أحمر هيعطيني برتقالي، وده اللي بيكون لي دايرة الألوان الأساسية والفرعية اللي احنا يمكن عارفينها، وهعرض لكم الصورة هنا دلوقتي. الصورة بتبين إن هما دايرتين، الدايرة الصغيرة هي عبارة عن الألوان الأساسية متقسمة لثلاث أجزاء متساوية، ومتقسم في نص كل مثلث من المثلثات اللي في الدائره الصغيره. المستطيل الكبير اللي في الدائره الكبيره بيعبر عن ناتج هذه او ناتج دمج كل اللونين مع بعض عشان
كون لي الشكل اللي احنا شايفينه ده. وطبعا خلط الالوان بيساعدني ان انا اقدر احدد الدرجات، ان انا ما استخدمش الوان كتير. لو انا عندي الثلاث الوان الاساسيه اقدر اطلع كل الدرجات. اقدر كمان باضافه الابيض للدرجات ان انا افتح الدرجات، اقدر باضافه الاسود ان انا احصل على درجات غامقه. فموضوع خلط الالوان موضوع سهل جدا وشيق جدا، وبيتيح لك فرصه ان انت تكون الوان او درجات لونيه كتير جدا. الموضوع ده يمشي في الالوان الخشب، ولكن النتيجه ما بتكونش واقعيه زي الالوان المائيه. يمشي كمان في الالوان الشمعيه او الباستل. ده كان درس النهارده بيتكلم عن الالوان الاساسيه والالوان الفرعيه. يعني لو قلت ان المجموعه رقم واحد هي الالوان الاساسيه، يبقى دي المجموعه رقم واحد. ولو قلت ان اتنين هي الالوان الفرعية، يبقى دي المجموعة رقم اتنين، المجموعة الالوان الفرعية او الثانوية او الثنائية. ده كان درس النهاردة اللي اتمنى اكون من خلاله قدرت اوصل معلومة بسيطة جدا لطلاب الصف الاول الابتدائي. استنوني ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.